المشاهدين، اهلا وسهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج يوتيوب المليون. خلوكم معنا نشوف تفاصيل هذه الحلقه. الله يرزقه في غير شاعر المليون ان شاء الله، ويوفقه في غير شاعر المليون ان شاء الله، ويجزاه خير ان شاء الله. ايش تبي دعوه غير شاعر المليون؟ بس الله يطول عمر ابوك، الله يجزاك، ويطول عمر امك ان شاء الله، ويرزق برهم ان شاء الله، ويجعل في طول الجنه. احمد، احنا ممثلين الكويت في هالحلقه ان شاء الله ناخذك، هذا واجب وطني رجاء. للمنشدين والانشاد كلمه كما عودناكم في كل حلقه على مسرح شاطئ الراحه. خلونا نشوف ضيوفنا في هذه الحلقه من هم وماذا سيقدمون. أسعد الله مساكم بكل خير. طبعا أنا سعيد بحضوري في شاعر المليون. شاعر المليون أصبح براند عالمي لتصدير نجوم الشعر، وبالتأكيد هذا البراند أو هذه الماركة المسجلة لصالح أبوظبي وقف وراها أشخاص يستحقون الشكر، على رأسهم الشيخ محمد بن زايد اللي دعم الحركة الثقافية في الخليج والدول العربية بشكل عام رغم مشاغله السياسية والاقتصادية. أيضا محمد خلف المزروعي ما ننساه، الله يرحمه ويتغمده بالرحمة، يعني كان له بصمات واضحة في هذا البرنامج، جميع الطاقم الفني والتحكيمي في البرنامج. أنا سعيد بالحضور والمشاركة، سعيد بالنجاحات اللي حققها شاعر المليون، سعيد بالنجوم اللي شفتهم في النسخة السابعة صراحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله مساكم بكل خير. أول شيء شكرا شاعر المليون على هذه الاستضافة وتحت الفرصة لي. دخول الشيلات والنشيد في برنامج شاعر المليون أنا أشوف أنه إضافة للبرنامج وإضافة لنا إحنا كمنشدين، وإن شاء الله نقدم شيء يجملنا ويجملكم، والله يجعلنا عند حسن ظنكم، والله يوفق الجميع إن شاء الله. يوم البشر تهدي بيوت وعمارات، زايد هدانا دولة الطيب كل، ولما تمن خلف رجال المهمات، أصغرهم يظل الجزيرة بظلال. يوم البشر تهدي بيوت وعمارات، زايد هدانا دولة الطيب كل، لا ما تمن خلف رجال المهمات، أصغرهم يظل الجزيرة بظلال، أصغرهم يظل الجزيرة بظلال. حصننا حصين زال برنامج شاعر المليون يحظى باهتمام كل الصحفيين والإعلاميين، ويتواجدون في كل حلقة في مسرح شاطئ الراحة. خلونا نشوف ضيوفنا من الإعلام ومن الصحافة ونتعرف عليهم أكثر. يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى حكومة أبوظبي ممثلة في أكاديمية الشعر في تنظيمها لشاعر المليون الدورة السابعة. اليوم بداية مرحلة 15 نخبة النخبة من الشعراء، الحلقة قوية تضم 5 شعراء مبدعين. أتوقع النسخة هذه، الحلقة هذه عفوا، راح يكون من أقوى المنافسين على البيرق اللي بيتأهل عن طريق اللجنة إن شاء الله. وأبو ظبي تعلو بنا ألقا كالشمس يغسل ظلها البحر. احنا جايين اليوم دعم لاخونا خميس الكتبي، وان شاء الله فاله التوفيق والبيرق. الله يوفق عمي احمد الجعفر. رغم خروجنا من البرنامج لكن الشعر مستمر، والمبدعين الليله راح يمتعونا باذن الله. ولله الحمد، رغم خروجي من البرنامج لان اصداء مشاركتي الى الان تسعدني وتشرفني، واليوم حلقه ناريه بانتظار نهائي مبكر، اعتقد شعراء اقوياء وراح يفجروا المسرح. شعر المليون هو البرنامج الناجح حاليا، والشعراء اللي فيه كلهم مبدعين، واكثر الشعراء اللي يدشون شاعر المليون
يبرزون إعلاميا وتنظيم أكثر من رائع. الله يوفقهم ويستر عليهم. أنا طبعاً ما سمعت نصوص الشعراء، سمعت يمكن نص أو نصين، ولكن بحكم معرفتي بالشعراء أن الحلقة راح تصير نارية. أولاً أني أعرف مستواهم الشعري، ثانياً أني أعرف أنه في مرحلة مستحيلة حد يجيب نص عادي صراحة. مرحلة الخمستعش نارية وغوية، شاعر المليون الموسم السابع مختلف جداً، انتظرونا اليوم. حياكم الله متابعين برنامجكم في السوشيال ميديا، بدعين هالسوشيال. المهم نحن في المرحلة الثالثة، خطوة خطوتين ثلاث خطوات عن البيرق، من بيحمل بيرق شاعر مليون في الموسم السابع تنطلق حلقتنا. والله بشك مستعدين ومتفائلين، وعسى الله يكتب لنا الخير أنا وإخواني الشعراء المبدعين. يضمنها أيقن أن العقل آلة وأحسن استخدامه، وأيقن أن النفس أمارها ولا مكانها، يكفي إنه ما عرض وجهها على السواق. اليوم كانت بداية مرحلة الخمستعشر اللي هي المرحلة الثالثة. الشعراء الخمسة كانوا أقوياء في النصوص اللي قدموها، وإن تألق البعض منهم فرق يعني في فرقة في نصوصهم. كانت عندي ملاحظة على الأبيات اللي مطلوب أن يكتبونها، الخمس أبيات طوال الأسبوع في الموضوع اللي نحددهم كل مرة، حددناها المرة عن التلاحم. حسيت أن محتاجين الشعراء أنهم يهتمون أكثر بهذه الأبيات وركزون أكثر فيها، محتاجين لإبداع أكثر فيها. الله يوفق الجميع. مشاهدينا، في نهاية كل حلقة من حلقات برنامج شاعر المليون في نسخته السابعة يحتفل في هذا الموقع الشاعر المتأهل، فمن سيكون الشاعر المحتفى به هذه الليلة؟ مبروك. أنا ضغطي والله ما بكم الحين، لكن مبروك. مليار مبروك الخزام السالي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حصل اللي كنت أتمناه وتأهلت لمرحلة الست القاب من اللجنة. كانت حلقة نارية للأمانة، يعني الكل كان يستحق يتأهل، ولكن من حسن حظي اختاروني اللجنة. أوعد الجماهير إن شاء الله قدام، الوعد قدام.